مساكم الله بالخير ويعطيكم ألف ألف عافية أكيد على متابعتكم لنا في موتوريستا، وتحديدا معي أنا لينا خالد عبد الرحمن. حلقة اليوم حلقة مميزة، ولكن ما رح نقارن لكم بين الرولز رويس والبي ام، الحلقة رح تكون اليوم أقوى من كذا. تشالنجر 605، لكنهم مو سيارة يا جماعة وإنما طيارة. حلقة اليوم تحديدا مقدمة لكم من مطار مسقط، ولأول مرة تصير لكم بعمان. نقدم لكم الحلقة من داخل المطار، وبعد رح تكون من قلب الطائرة. تابعوا معنا الحلقة للنهاية ورح تستمتعوا بكثير وكثير من المفاجآت اللي أنا متأكدة إنها رح تعجبكم. نشوف الطيارة مع بعض. تحديدا الحين من الطائرة الخاصة أقدم لكم هذه الحلقة المختلفة من نوعها، لأن بالعادة موتوريستا لعالم السيارات، ولكن موتوريستا اليوم حاب يستكشف معاكم عالم جديد وهو عالم الطيران، وبالأخص عالم الطائرات الخاصة. عندنا شركة جيتكس للطيران الخاص، مختصة بكثير أمور تخص الطيران الخاص. فخلونا نرحب بأستاذ أحمد عادل موجود معانا اليوم، رح يكلمنا بشكل أكثر تفصيلي عن الطيران الخاص، وأيضا عن شركة جيتكس وخدماتها المقدمة لمساعدة المسافرين على الطيران الخاص. أولا نرحب فيك أستاذ أحمد، يعطيك ألف عافية. حابين نعرف منك أكثر عن الطيران الخاص بشكل عام، لأن في ناس كثير ما عندها فكرة أصلا وش هو الطيران الخاص. الطيران الخاص بنقدر نقول نحن أنه أول شيء يعني الأريحية، يعني الراحة، يعني الفخامة، اللكشوري، الخصوصية، يعني ما في داعي تنتظر بالمطار لساعات، يعني أنك أنت تجي على المطار بالوقت اللي أنت بتريده. جميل. بالوقت اللي أنت بتحجز فيه طيارتك، فطيارتك هي لك تطير بالوقت اللي أنت بدك. ما في كيو، في عندك برايفت تيرمينال اللي هي بتكون مبنى خاص للطيران الخاص، فهذا المبنى الخاص بيعطيك الخصوصية لك ولعائلتك، ما بتختلط مع المسافرين العاديين. جميل. بشكل عام خليني أقول هو عالم مختلف. جيتكس حاليا وجودة بمطار مسقط عم تسهل عملية خدمات المسافرين، بشكل أن المسافر قبل ما يوصل على الترمينال أو على المطار بيكون كل شيء معد على الطائرة، فقط بانتظار المسافر. فعند وصول المسافر نحن منسهل إجراءات المسافر، بشكل أنه هو لحظة وصوله للترمينال هي تقريبا لحظة أقلاعه بالطائرة، يعني تقريبا ما في غير 5 إلى 10 دقائق. طبعا هذا كله بفضل تسهيلات مقدمة من شرطة عمان السلطانية، وفق إجراءات وضوابط كمان شرطة عمان السلطانية وضوابط أمن المطارات الموجودة في عمان. كشركة جيتكس عنا خدمات على الطائرات الخاصة، وحتى في عنا خدمات على الطائرات التجارية. جميل. لكن الطائرات التجارية منضل دائما نحن محكومين بشيء اسمه جدول الطيران الخاص بالطائرة، اللي هي اسمها الطائرات المجدولة. بينما بالطيران الخاص أنت بتكون حر بوقتك، أنت بتقدر تحجز طيارتك. نعم. صحيح. وبنفس الوقت الخدمات المقدمة على متن الطائرة بتكون مختلفة. طيب على طاري الخدمات المقدمة على الطائرة، ذكرت لي أن المسافر يقدر يختار الخدمات اللي مثلا تطري على باله، فهذا أكيد يعتمد على نوع الطائرة، صح؟ لأن مو كل الطائرات نفس النوع. صحيح. هلا هي الطائرات الخاصة بشكل عام هي بيسموها كاستمايزد فلايت. خليني أقول في بعض الطائرات الخاصة فيها أسرة نوم، في بعض الطائرات الخاصة فيها غرفة اجتماعات، في بعض الطائرات الخاصة بتكون فيها غرفة طبية مثلا للعناية بالمسافر إذا كان هو كبير ويحتاج لعناية. فهذا الشيء طبعا حسب نوع الطائرة، يعني في طائرات مثلا ذات الحجم الصغير هي ما بتوفر فيها مثلا غرف متعددة، ممكن بتوفر فيها فقط غرفة نوم. طبعا كل ميزة لها سعر مثل ما بيقول. اذا نحن من هذه النقطة نقدر نروح لنقطة الاسعار، ان على حسب نوع الطائرة اللي اختارها المسافر تحددون له السعر، صحيح؟ تقريبا صحيح هالكلام، لانه الطائرات اللي بتكون اكبر بيكون سعرها اغلى بشكل عام، اللي بتكون مثلا اللي بيسموها ايرباص مثلا، بس بتكون بزنس جيت ايرباص،
بتكون طائرة صح كبيرة وفيها عدة غرف بجوز نوم وفيها غرفة اجتماعات. أي نعم. وبجوز فيها غرفة طبية. هاي الطائرة بيكون سعرها أغلى من الطائرات الصغيرة اللي مثل مثلاً هاي التشالنجر مثلاً، بتكون أصغر من الطائرة الإيرباص لكن بتكون برضو بزنس جد. طيب إذا نأخذ منك مثال بسيط، كيف الواحد مثلاً ممكن يحجز طائرة خاصة؟ كم سعر هذه الطائرة الخاصة؟ هلا تقريباً خليني أقول إذا نقارن مع الطائرات التجارية من الطائرات الخاصة بشكل عام تقريباً بتكون من 12 مسافر أو 8 مسافرين تقريباً هيك. حلو. فأنا إذا عباخذ 8 مسافرين حجزوا على فيرست كلاس وعبقارنهم مع برايفت جيت، حلاقي تقريباً الأسعار قريبة من بعضها. تقريباً ممكن واحد يدفع يعني زيادة تقريباً 20-40% زيادة، لكن بياخذ بيستقل طائرة خاصة، هاي الطائرة بتودي للمكان هو وعائلته بشكل خاص. إيه؟ بدل ما يحجز مثلاً من فيرست كلاس بطائرة تجارية. تقريبا ساعة الطيران الخاص تقدر من 6000 ل7000 دولار. اذا انا افهم من كلامك ان الطيران الخاص يحسبون للمسافر السعر على حسب ساعة الطيران مو على حسب الرحلة، على حسب ساعة الطيران. نعم على حسب ساعة الطيران مو على حسب عدد الركاب. تقريبا اذا عم نحكي ساعة الطائرة تقريبيا 12 راكب. أي. بشكل عام هدول الطائرات اللي بهالحجم تقريبا اسعارها بتكون تقريبا ساعة الطيران بتكون من 6000 دولار ل7000 دولار، وبكل مطار بتنزل فيه تقريبا بدنا نضيف 5000 دولار تقريبا عشان الباركينج تقريبا الخاص بالطائرة، علشان صحيح؟ خدمات المقدمة للطائرة في المطار اللي حتقلع منه وحتنزل فيه. يعني الطائرة مثلا من مطار مسقط الى مطار دبي تقريبا نقول السعر بين 17000 ل 18000 دولار، يعني 5000 دولار بمطار مسقط، 5000 دولار بمطار دبي، تقريبا 7 او 8000 دولار طيران، لانه هي خليني اقول شورت تريب الصغيره فبيكون شوي اغلى. بس لو انا بروح على تركيا مثلا فانا بحسبها تقريبا ساعات طيران على تركيا 5 ساعات ب 6000، وبحسب مطار تركيا 5000 ومطار مسقط 5000، تقريبا هيك الاسعار. طبعا هي اسعار موسميه تختلف حسب المواسم، بسبب انه في بعض المواسم بيكون في لود على الطائرات الخاصه فالاسعار بترتفع يعني حسب العرض والطلب. أستاذ أحمد يعطيك ألف عافية على المعلومات اللي قدمتها لنا اليوم، كانت معلومات قيمة لأن كثير من الناس كانوا يجهلون أمور بخصوص الطيران الخاص، فشكرا لك. شكرا لكم. وأكيد مكملين معاكم باقي حلقة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل انتظرونا. مواصلين معكم مشاهدينا الكرام ومكملين في عالم وتجربة الطيران الخاص، ولكن هذه المرة مع أستاذ محمد العامري مدير التميز التجاري. مرحبا فيك أستاذ محمد، نورتنا اليوم، يعطيكم العافية. أستاذ محمد، حابة أستفسر أكثر منك من خلال الوضع الحالي اللي نمر فيه، وضع كورونا، إيش هي الميزة اللي قدمها الطيران الخاص من ناحية كورونا تحديدا؟ عند البدء الجائحة نحن صار عندنا نيو كاستمر دخلوا على الماركت اللي هي بزنس الطائرات الخاصة، الأشخاص اللي كانت متعودة تسافر على الفيرست كلاس الحين حصلوا أوبشن إنهم يسافروا على الطيران التجاري. لو قارنا السفر في الطائرة الخاصة والسفر في الطيران التجاري من ناحية اختلاط المسافرين بالموظفين في المطار، الإحصائيات تقول إن اختلاط المسافر في المطار العادي من 20-30 موظف من بدءا من التشيكن كاونتر إلى وصوله للطائرة، بينما نحن في الطيران الخاص ماكسيموم من 2-3 موظفين يكونوا مع المسافر لإنهاء إجراءاته. أيضا التاتش بوينت لمسك في المطار من 100-120 لمسة تقوم بها في المطار، بينما في الطيران الخاص أكيد أقل، بيكون أقل. توقيت وصولك للمطار في الطيران التجاري تحتاج لأربع ساعات قبل موعد الطائرة، في الطيران الخاص من نص ساعة أو أقل بكثير، تصل لعشر دقائق في بعض الحالات حسب السيتويشن والترتيبات اللي يقوم بها الموظفين. أي. وكامل إجراءات المسافر تكون مخلصة بس في 30 دقيقة بالضبط. انزين أستاذ محمد، أنا سمعت تقريبا أن تم تدشين خدمة جديدة معاكم في جيتكس اسمها خدمة تشريف، فممكن تكلمنا أكثر عن هذه الخدمة أو إيش تقدم هذه الخدمة للمسافرين بوجه عام؟ نعم، خدمة تشريف هي خدمة تتاح للأشخاص المسافرين على الطيران التجاري إنهم يعيشوا تجربة المسافر على الطائرة الخاصة، الخدمات المقدمة للأشخاص المسافرين على الطائرات الخاصة. عند المغادرة بالإمكان إرسال الحقائب والجوازات وإنهاء إجراءاتها، الموظفين يقيموا بإنهاء إجراءاتها، المسافر بإمكان الوصول للمطار بفترة من نص ساعة إلى 40 دقيقة وبعد ذلك يعمل بوردينج. جميل. عند الوصول أيضا كذلك الموظفين يستقبلوه بالساين بورد عند باب الطائرة،
وبعد ذلك ياخذوا لقاعه جيتكس يقوم بانهاء اجراءات الفحص البي سي ار والاشياء المتطلبات الاخرى وانهاء اجراءات الجوازات والحقائب. هذه كلها ممكن تتم خلال 15 او 20 دقيقه. اذا استاذ محمد من هذه النقطه في سؤال جدا مهم ان نحن نتطرق له، اسعار هذه الخدمه ابتداء من والى؟ الاسعار متاحه للجميع، سعر الخدمه 95 ريال للشخص في في الرحله الواحده. نعم. وهناك ايضا اسعار خاصه للمجموعات. استاذ محمد العمري شكرا على المعلومات اللي اعطيتها لنا، يعطيك الف عافيه. بعد هذه الجولة الجميلة والمختلفة من نوعها اللي خذيناها اليوم في مطار مسقط تحديداً ومع الطيران الخاص، أحب أقول لكم أنه وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى أن معلوماتنا كانت مفيدة لكم، وبعد أتمنى أن حلقتنا وجولتنا نالت اليوم على إعجابكم. ما حد يقدر ينكر أن هذه الجولة كانت مختلفة من نوعها، وأنا واجد استانست اليوم معاكم. حابة أشكر شرطة عمان السلطانية، إدارة مطارات مسقط، شركة جيتكس على كل الخدمات والمجهود اللي كان مبذول معانا اليوم في هذه الحلقة، وأيضا في الإخراج محمد فتحي. كنت معاكم أنا لينا خالد عبد الرحمن، وأشوفكم إن شاء الله على خير في حلقة جاية أقدمها لكم من برنامجكم برنامج موتوريستا. على خير.